في إطار الذكرى 49 لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، نظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل معرضا مصورا يخلد هذه الذكرى الغالية، ويتكون هذا المعرض من مجموعة من الصور التي تؤرخ للملحمة ملحمة المسيرة الخضراء. والجزء الثاني من المعرض هو شريط وثائقي يبين جهود المغرب في تنمية الأقاليم الجنوبية من المملكة، ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار النجاح الذي تحققه المملكة المغربية سواء على جميع المستويات لتأكيد مغربية الصحراء المغربية، وكذلك باعتبار أن هذا الجزء لا يتجزأ من المملكة المغربية. هذا المعرض سيدوم 3 أيام من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، وهو مفتوح من 10 صباحا إلى 10 ليلا، وكذلك بتواجد بعض أطر الوزارة قطاع التواصل بالمعرض لإعطاء مزيد من الشروحات وتفصيلات حول هذا المعرض الغني بالتاريخ المغربي، والذي يؤكد مرة أخرى أن المغرب خطى خطوة كبيرة إلى الأمام في تنمية الأقاليم الجنوبية المغربية. عبد العزيز بامفاعل جمعوي جهة الدار بيضاء السطات، شكرا سيد والي جهة الدار بيضاء السطات على هذه المجهودات اللي كيدير باش يرد اعتبار مدينة الدار بيضاء ماشي ساهلة، ومع الذكرى اليوم ديال عيد المسيرة إلا وتحط لوستون هنا باش الوليدات تما الوليدات يعرفوا التاريخ ديال المغرب شنو هو، شنو هي المسيره، وكيناجوا مع وليداتهم باش يشوفوا ويعرفوا حويجات زوينين باش يقراوا على المسيره ويعرفوها، لان من جيل لجيل خصها هذه تبقى بصمه ديالنا ديال المرحوم الاب ديالنا الله يرحمه ويوسع عليه ضيقات الحبور جلاله الملك محمد الحسن الثاني الله يرحمه ويوسع عليه، لان خلى لنا واحد الكنز باش كنفتخروا به اي مدينه مشينا. انا مول في هذا الوقيته راه كنكون في الطاح في طرفايه قلميه من واد نون، ولكن بغيت لهذا العام ندوزو هنا وبقيت، ولكن جاتني مفاجاه كديزبه ليا وانا نجي نحضر، لان افتخر بهاد الناس اللي داروا هذا باش حتى وليدات المدرسه والزوار اللي غيجيو يشوفوا هذا التاريخ ويقراو ويعلموا وليداتهم على شنو هي الوطنيه، يعرفوا هذا الشيء اللي ضربوا عليه الناس تماره باش مشاو ليه وجاو، راه بقات واحد بصمه العالم كله كيهضر عليها. فتحيه واحترام لكم، وكنشكركم جزيل الشكر على هذا المجيء ديالكم، لانه لو ماشي نتوما راه حتى واحد ما غيعرف حتى شي حاجه، لا صوتنا يوصل لا يعرفونا ناس، ولكن اللهم لك الحمد، الله يجعل لكم داك الشيء في ميزان المقبول، وشكرا.